العلم يحلو كلما كررته ولذاك عدت مكررا لحلاوته فاد أبلت علم من فوائد حكمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد فنواصل تكملة ما سبق لنا في تخريج الأحاديث إذا كان فيه اختلافا على بعض رواته، سواء كان هذا الاختلاف في المتن أو في الإسناد، والسبب الذي جعلنا نهتم بطريقة التخريج لهذه النقطة أن مصادر الحديث في حالات كثيرة لا تكتب في هذه الكتب بالصورة التي يعني نكتبها هنا، وعدم كتابتها بالصورة التي نكتبها هنا ليس معناه أنها تكون ما هو مكتوب خطأ، وإنما يكون المكتوب لو حاولت أنت، خاصة إحنا بنبني على أن المخاطب يعني مبتدئ في هذه الطريقة، وليس معنى أنه مبتدئ يعني أن منزلته العلمية أقل، لا، هو يعني في مكانته العلمية كما هو، وهذه من باب يعني الإضافة لمن يعني كان لم يمارسها من قبل. هذه الصورة احنا بندرسها وبنأكد عليها لأن الغرض من تخريج الحديث بهذا الشكل هو مساعدة القارئ على أن يعرف العلة الموجودة في الحديث ومعرفة الوجه الراجح من أوجه الخلاف، ويصل بذلك إلى أن الحديث له طريق هو الراجح المحفوظ الذي يعني يمكن الاستدلال بالحديث باعتباره، و الوجه الآخر الذي يكون معلولا وليس صحيحا ولا حسنا. هنا كتاب نصب الراية ككتاب من كتب التخريج، وهنا نجيب منه مثالين غير المثالين المثال ده أو غير الأمثلة، لأن الدكتور أيمن كان قال إن المحاضرة دي نذكر منها بعض الأمثلة يعني الإضافية حتى يعني تتثبت الطريقة، بحيث إن من يكون عنده حديث فيه خلاف على الراوي يعني كيف يخرجه. فالسبب اللي خلانا احنا نختار الطريقة اللي هو كتبها بيكتبها أخونا ده، أولا هي طريقة علمية ليست طريقة اقتراح شخصي من ناحيتي أنا، فهذه الطريقة كل من عنده نسخة من علل الدارقطني ويقرأها يجد أن الإمام الدارقطني مشى في جميع الكتاب من أوله إلى آخره على تخريج الحديث بهذه الطريقة، فأقل ما في الأمر أنها منهج ارتضاه الإمام الدارقطني
والتزمه في كتاب من كتب العلل التي يبنى فيها إعلال الحديث على الخلاف. الكتب التي قبله كعلل الرازي وكعلل الإمام أحمد يوجد فيها تخريج الوجوه المختلفة، لكن أولا ليس بالتفصيل ده الذي يساعد على معرفة الراجح من المرجوح، وكذلك ليس فيها استفراغ أو يعني جمع كل الطرق التي يمكن أن تساعد الباحث على أنه يستخرج وجها راجحا، سواء هذا الوجه الراجح يعني أثبت في بعض كتب العلل أنه يعني موجود، أو أننا بالتخريج أثبتنا خلافه. وهذا السبب الأخير هو الذي جعلنا نختار هذه الطريقة، وسنذكر يعني بعد أن نرسخ هذا الشكل من التخريج للحديث المختلف فيه، سنذكر مثالين من الأحاديث المعلولة التي ذكرها الإمام الزيلعي باعتباره كتاب من كتب التخريج ولم يسلك فيها هذه الطريقة، وسيظهر للقارئ سواء كان حتى متمرس بهذه الطريقة أو غير متمرس أنه لا يستطيع من خلال ما ذكره الإمام الزيلعي في تخريج الحديث معرفة الراجح من المرجوح، خاصة كما ذكرت لحضراتكم إن الترجيح يختلف فيه كما يختلف في الجرح والتعديل، بمعنى أن العالم الذي يخرج طرق الحديث قد يصل إلى ترجيح، وأنت عندما تعيد مرة ثانية التخريج وتحصل على طرق للحديث لم تكن عنده، وإحنا اشتغلنا في التفرد ولقينا أن التفرد الذي ذكره العلماء يمكن الاستدراك عليه، نفس الشيء في الخلاف على الراوي يمكن أن نقف نحن على أوجه يترجح بها وجه من الوجوه لم يكن عند العالم الذي سبق أن تناول هذا الخلاف. أيضا هناك من أحاديث الخلاف ما قد يقف الطالب أو الباحث على وجه واحد منها في كتاب واحد، والخلاف يكون في كتب أخرى، مثلا أحاديث مسند الإمام أحمد لعل بعضنا ما قرأش فيها، فيه نوع من الخلاف على الراوي بإبدال الصحابي بصحابي آخر، بمعنى أن يكون الحديث بإسناد معين حديث راويه أنس رضي الله عنه، وأن يكون بإسناد آخر مع وجود مدار، لأن الأصل في الخلاف لا يسمى خلافا كما ذكرنا في التعريف الإمام أبو داود إلا إذا كان هناك مدار الحديث اجتمع الرواة فيه ثم اختلفوا. فلذلك يعني هذا النوع في مسند الإمام أحمد أنه إذا كان الخلاف على الراوي بإبدال صحابي بصحابي يعني عن أنس وعن أبي هريرة، فالإمام أحمد لا ينبه على العلة مع أنه أستاذ في العلة، لأنه مقصوده أن يؤلف ما رواه هذا الصحابي سواء كان هناك من خالفه أو من وافقه. فتجد أن الحديث ما دام اختلف على راوي فيه بذكر صحابي بدل صحابي، فالإمام أحمد يذكر في مسند الصحابي اللي هو أنس طريق، ويذكر في مسند أبو هريرة طريق آخر ولا ينبه، هل لأنه لا يعلم ولا لأن هذه طريقة المسانيد؟ طريقة المسانيد غير المعللة، لكن لما تجيب مسند البزار تلاقيه ما يعملش كده، يبقى في مسند أنس ويجيب رواية عن غير أنس.
ليه؟ لأنه يقصد العلة. الإمام أحمد أراد أن يفرد العلل لوحدها وأن يكون مسنده للرواية، وأن الخلاف الذي على المدار على القارئ له أن يكون بمستوى أن يدرك هذا. ولذلك لما جلسنا مع فضيلة الشيخ شعيب رحمة الله عليه وأنا وزميلي الشيخ محمود ميرا، وطلبنا منه أنه هو يعمل كده، أن كل حديث اختلف فيه على الراوي بإبدال صحابي بصحابي يربط الاثنين ببعض، قال أنا ليس عندي باحثين بهذه الكفاءة. ونحن أكبرنا يعني كلام الرجل، لأنه كان يستطيع أن يقول أفعل، لكن قال لا، لا تلزموني بهذا، لأنني أعمل مع باحثين مختلفين الكفاءة. وكون أنا أعمل هذا العمل في 36,000 و20,000 حديث ليس بالمستطاع، فجعلنا الأمر اختياري. وفعلا تجد أنت في تخريجات المسند أنه هو ينبه على هذا. فلذلك التخريج اللي احنا بنقترحه هذا ليس هو الوجه الوحيد، وإنما هو الوجه المنظم الذي دلنا عليه الإمام الدارقطني، وأثبت من خلاله أنه يمكن اضطراده، بخلاف الطرق الأخرى اللي هنذكرها الآن أن هي لا تكون مضطردة. وأن أيضا مثلا كتب الرجال التي تذكر فيها علل كالكامل لابن عدي والضعفاء للعقيلي هم يسلكون هذه الطريقة التي سلكها الدارقطني. فلذلك هذه الطريقة اختيارها أو الالتزام بها لأنها أوضح وتساعد على معرفة الباحث من شكل التخريج أين يكون الراجح وأين يكون المرجوح. فالطريقة أو الحديث اللي معانا ده اقرأ يا شيخ داود. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الدارقطني: وسئل عن حديث سئل، اللي يقول سئل هو الإمام البرقاني تلميذ الإمام الدارقطني، وإلى البرقاني هذا يرجع الفضل في خروج إلى الدارقطني، ولو أنها تركت للدارقطني لما استطاع أن يخرجها مما هو مبتلى به من المشاغل، ولما في الكتاب من حجم الآن لا يوجد في الكتب الموجودة بين أيدينا من كتب العلل ما يصل إلى كميته. تفضل. وسئل الدارقطني عن حديث قبيصة بن ذؤي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قوله للجدة: ما لك في كتاب الله شيء وسأسأل الناس. فقام المغيرة ومحمد بن مسلمة رضي الله عنهما الحديث، فقال يرويه الزبير. طبعا قام المغيرة عشان نوصل الحديث للرفع، فقام المغيرة ومحمد وقالوا نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثه، عشان نعرف أنه هو يتعارض فيه وجهين، هذا وجه الرفع وسيأتي ذكره للخلاف. فضل مولانا. فقال يرويه الزهري واختلف عنه في إسناده. ما يقول يرويه الزهري يعني المدار على الزهري، وإذا تعدد المدار في الحديث فالدارقطني ينبه كذلك، لكن احنا بنحاول نجيب أمثلة فيها مدار واحد على أساس إن بداية التعليم يقوم من البسيط إلى المركب. واختلف عنه في إسناده. اختلف عنه في إسناده معناه أن المتن ليس فيه إشكال. فقال مالك بن أنس. لذلك احنا قد قسمنا الخلاف إلى نوعين: خلاف في المتن وخلاف في الإسناد وخلاف فيهما معا. خلاف فيهما معا يبقى صعب شوية على يعني اللي هم في مرحلة مبتدئة، لكن بعد فترة لما يتمرن الطالب على الوجهين والخلاف والترجيح بينهما
سهل بعد مدة انك تديله الخلاف اللي على وجهين، لكن تديله الاثنين مع بعض يخرج بنتيجة مشوشة. فلذلك لا نتناول الخلاف الذي من اكثر من وجه حتى نتأكد ان السامعين او الذين سيقرؤون يعني يستمعون الى هذه المحاضرات قد ثبت او استقر في يعني فهمهم كيف الخلاف وكيف المدار. فقال هو يرويه الاولى يا شيخ. واختلف عنه في اسناده فقال مالك بن انس عن الزهري. بقى في اسناده دي هو قالها هنا مره، ما تطلبش بقى منه انه كل مره ما قالش في اسناده يبقى لا، لانه مش شغال عندك. لأن بعض طلبة العلم الأفاضل يقول لك لا، يا يقول كده في كله يبقى أنت بتغشنا، ولو الحق يعني لأنه مبتدئ. فالدار قطني يقول أنا مش مسؤول أعمل كده كل مرة، أنتوا مسؤولين تقروا الـ14 جزء إن كنتوا عايزين الفايدة، ما أنتوش عايزين خلاص أنا في مكاني وسكنت القبر وأنتوا اتكلوا على الله. فلذلك احنا بنجيب مثال في تصريح حتى لا تلزم بعد كده انه كل ما يحصل الخلاف في الاسناد يقول في الاسناد، لا انت تعرف ان الخلاف في الاسناد من سياق الكلام. كيف حالك يا شيخ الفتاح؟ انت بخير؟ يا شيخ الفتاح ده كل من يريد كتب لم يرى انس ولا جان يقصده. لا هو مش عايز وصايا. تفضل يا شيخ. فقال مالك بن انس عن الزهري عن عثمان بن اسحاق. انتبه بقى لطريقه الدارقطني في توزيع الاوجه. حط المدار وبدا هو يوزع الاوجه. قال مالك بن انس عن ايه؟ عن الزهري عن المدار. ها؟ عن عثمان بن اسحاق بن خرشه عن قبيصه بن ذؤيب. وتابعه ابو اويس عن الزهري. تابعه المهمه دي. لأن كلمة تابعه إن هو أتى بمتابع لكي يعزز هذا الوجه ليس دائما. أنت اللي عليك بالتخريج تبحث فتكتشف متابعة لم يذكرها الإمام الذي ذكر العلة. يعني هو هنا تيسر له في وقت ما بيكتب إن المتابعة قد تكون حسب يعني ممارستي لعلل الدار قطني المتابعة في الصحيحين ولا يذكرها. لماذا؟ لم يكن في وقت ما هو جالس يقرر قد يعني طلع عليها. يعني الإحاطة من العالم مع إمامته ليست من ضمن الأشياء التي يحاسب عليها. وتابعه ابو اويس. فانت تتعلم من كده انه الوجه اللي انت خرجته او اللي ذكره لك الدار قطني اذا التخريج جاب لك وجه تاني متابع تضعه بهذه الصفة وتقول وتابعه. طب اقول وتابعه ليه؟ قال لاننا هنجي في الاخر لما نخش في العلل ونقول ان الوجه اللي له متابع يرجح على الوجه الذي يكون وحده ولا يكون راويه أحفظ. فلذلك الترجيح من ضمن وسائل الترجيح هو المتابعة. يا شيخ عبد اللطيف إن كنت ستبقى تفضل مكانك، إن كنت يعني لا عندك ظروف خليك كما أنت. يا شيخ يعني مش راضي أتخطى الناس لكن مش مشكلة، أنت تفضل. وتابعه أبو أويس عن الزهري وقال ابن عيينة. تابعه أويس عن إيه؟ فمعناه إن المتابع هو الذي يشارك الراوي في رواية الحديث عن شيخ لهما، زي ما قلنا في مثال المتابعة، فإن لم يوجد فلان فحماد، فإن وجد فكذا. الدارقطني يطبق الكلام الذي ذكره الإمام ابن حبان.
وقال ابن عيينة كمان من ضمن الأشياء أنه أحيانا المتابع الذي يذكره الدارقطني وغيره قد تريد أن تخرجه أنت الآن فلا تجده. ليه؟ قال لأن ليس كل ما كان عند الدارقطني عندما عمل الكتاب موجود حتى الآن، وربما يكون موجودا في المخطوطات، لأن الشيء الذي لا يعرفه طلبة العلم أن 30% من مخطوطات الخط العربي أو العلوم العربية لم تفارس حتى الآن، حتى الآن. يعني يمكن وممكن تروح وتتلف وكده، وإحنا محتاجينها، وهذا يعني حكمة الله سبحانه وتعالى. أنا شخصيا لا أعرف السبب، كل ما يوجد نفس طيبة تريد أن تخدم السنة وتبذل فيه طريقة نجد، أو أنا بقول كتجربتي، وأنا بقول حتى الكلام ده يصل، ربما الناس تنتبه من يصرف صاحب الفضل الخير ده عن هذا فيخليه ما يعملش. احنا محتاجين الان ان كل مخطوطاتنا العربية اللي في اوروبا نحصل على صورة منها، ما بنقولش ان هي هم اصلا، ممكن يكونوا بيصنوها اكتر منا، لان احنا متعودين معذرة الفوضى، وايضا التواكل، وايضا التوسع، وقول ما شئ، فهي عندهم ماشي، ما نقولش شيء. بس المسلمون وخاصة المقتدرون ماليا ولهم يعني من الوجاهة ما يمكن أن يستعينوا مثلا بالممثلين الثقافيين، وأنا شفت التجربة دي بس للأسف توقفت. يعني شفت تجربة أن كان المسؤول في السفارة السعودية في تركيا، هو عادة اسم المسؤول الثقافي الذي يرعى الأشياء الثقافية دي، أو يعني هو رجل ركن في السفارة، يعتبر ينقل من البلد اللي هو فيها ويوصل إليها. فهذا الرجل مكث على خبري أنا يمكن 3 سنين ويطلب من الجامعات السعودية أن ترسل له بالقوائم الخطية التي يريد تصويرها، ثم يتدخل هو عند يعني السفير أو المماثل له في تركيا ويأذن بتصويرها. وكثيرا ما جاءت في خاصة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود مجموعات بهذا الشكل، حتى الآن لما جت وأصبحت في أيدينا لم تفارس، ولا حدش فيكم يقول لي، لأن كل واحد فيكم عنده مشاكل، ممكن حاجات في بيته ما شافهاش بقالها سنة. ما يعني مش بنخليكم نحرضكم على النساء، لكن هي كده الشيطان حالف لا أضلنهم، ولم حتى الآن ما رجعش في كلامه، وإحنا ما مش قادرين نخالفه. إحنا نلعنه لكن هو لك خلوهم، يا أهم شيء نربط على أفاه بالليل. فثلاث سنين هو يعمل كده الرجل، وكان تأتينا كل قوائمنا اللي نديها له تأتينا، وبالسعر اللي هو الدولي، يعني اللي هو خفيض الكلفة. لو أن مثل هذا الرجل وجد في سفارة كل دولة إسلامية، يعني كان كل اللي في أوروبا يأتي. ونحن أيضا لا نلوم الجهات الأوروبية لأنهم يعطوا، يعني أيرلندا دي أعطت مكتبة شستر بيتي كلها اللي احنا ما نعرفش عنها حاجة نسخة كاملة، كل المفارس منها 3 مجلدات نسخة منه، أعطت لدول كثيرة وممكن ما دخلتش مصر إلا من سنين يعني أو كده، لأنه برضو ما فيش نشاط، لكن المهم إنها أعطت. برينستون يقول لك ما تقولش كلام الكفار هنا.
شيخ يا ناس، جامعة برين ستون دي في أمريكا، أحد الأمراء على ما بلغني تخرج منها وعمل بينه وبين المسؤولين علاقة، فحصل على مجموعة المخطوطات اللي هي فيها، وهي موجودة الآن في مكتبة الملك فهد في الرياض. وفهرسها لما طبعت دار المنهاج بتبيعه الفهرس بس، ما أعرفش بمبلغ يعني ليس في مستطاع الكثيرين. فممكن يعني انه بمناسبة ان الاوروبيين اذا وجدوا تعاون علمي نزيه وممحص يتعاونوا. وسيدة الملك فيصل الخيرية صورت من فرنسا من باريس مخطوطات لا توجد في العالم الا فيها، واقدمها جامع الترمذي. وجامع الترمذي ده كان هنا في الأزبكية. ونابليون لما جه في الحملة كان طبعا رجل غالب واحنا مستعمرين، ان يخشوا هم كفار وكل حاجة، يخشوا المساجد ان هم احنا مغلوبين وياخدوا الكتب اللي فيه، لان ما فيش طريقة تانية وصل بها. مكتوب على مخطوط انه لا يخرج من المسجد، في مسجد فلان بالأزبكية. صورته الخطية دوات، عارف لو فضل في الأزبكية لغاية دلوقتي كان زمانه السرق برضه. عشان تعرف يعني كله بيجري على المية والصلاة يا أخواننا، الدين المعاملة السلوك. يقول انت هتوعز، ما تخليك في العلل بتاعتك، حاضر يا عم. فلذلك اما يقول تابعه قد تجد وقد لا تجد، وقد يكون اللي هو ده متابعة موجودة في كتب الآن، وإحنا ما عندناش الاهتمام أو الحرقة إن نحصلها. يعني إيه يعني فقد مسألة يا أخي؟ الناس كلها بتقول البخاري ما ينفعش، ومنا نفس الذين يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قول يا عم. وتابعه أبو ويس عن الزهري، وقال ابن عيينة عن الزهري عن رجل لم يسمه عن قبيصة بن حيان. أدي وجه تانية، وقال ابن عيينة عن الزهري عن رجل لم يسمه عن قبيصة بن ذؤيب. فأصبح وجه فيه إبهام. أدي دول ثلاث وجوه، إن ما خرجتهمش أنت بقى وفصلتهم عن بعض، اللي يقرأ الكلام ما يعرفش أنت هترجح إيه. فقوى هذا قول مالك وأبي ويس. معناته إيه؟ إن الكلام يقوى بالمتابعة ويضعف بالتفرد. طبعا هو الدارقطني ما يقولكش كلام زي أنا ما قلته كده، لا هو يقول وانت تفهم، مش عايز تفهم خبر برضو تقول أدوس على ده ما يجيبلكش كده. ولذلك سيبقى القراءة لها جزء والحاسوب له جزء. ورواه يونس بن يزيد وعقيل بن خالد ومعمر والأوزاعي وأسامة، كل دول اسمهم متابعين بعضهم لبعض. يمكن هو ما قالش متابعة، يقول لك لا ما قالش متابعة أنا مش هقبل بيهم، مش هيقول. وأسامة بن زيد وأشعث وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وشعيب بن أبي جمرة وصالح بن كيسان ويزيد بن أبي شعيب بن أبي حمزة وصالح بن كيسان ويزيد بن أبي حبيب عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب. فأصبح الذين ساقهم الشيخ داود كلهم تابع بعضهم بعضا على هذا الوجه. ومن كده من فصل التخريج كده انت نقول لك الراجع فين، تقول الاخراني ده. ليه؟ لان اكثر الثقات. ان ما فصلناش الاوجه دي ما يتضحش لك الترجيح، وهو الذي يجعلنا نسوق او نختار او نرجو اخواننا المشتغلين في التخريج ان يبنوا على هذا. فيقول لك الله، طب ما في منهج في الزهري اهو. احنا بنقولش لا، واحنا بنقول ان احنا اخترعنا الذره
احنا بنقول ان هذا منهج توزيع التخريج بحسب اوجه الخلاف، هو منهج علمي سلكه الامام الدارقطني في كتاب من اكبر كتب العلل من اوله لاخره، واثبت انه منهج عملي، كما اثبت في ذات الوقت انه فعلا يساعد على معرفة الراجح من المرجوح، وعلى معرفة التفرد، وعلى معرفة من روى اكثر من المتابعين ومن روى اقل من المتابعين. فطالما انه يحقق هذا ونديه احنا افضلية، انت تقول هاتوا طريق تاني ليه، مع ان الطريق التاني كما سنأتي به اوعر من هذا. اذا قرأته تجد انه اوعر من هذا. الشيخ داود دلوقتي اتفضل بس لما يكمل. عن الزهري عن قبيصة بن لؤي لم يذكر بينهما احدا. ايوه ده وجه برضه. ويشبه ان يكون الصواب يشبه، او بعد ما قال التخريج يشبه، دي مش داخلة في التخريج، هذه من باب الترجيح. وقد يكون مكانها تصحيح الأوجه، يعني في موضع تاني يقول الدارقطني والأوجه جميعها صحيحة، فيبقى أزال العلة، طالما صحت جميع الأوجه أصبح لا إعلال، وبذلك تكون كتب العلل إنها تعنى بإثبات العلة أو بدفع العلة، ليس كل ما فيها اللي هو يقسموه في كتب المصطلح يقول لك ايه علة قادحة وعلة غير قادحة. تسمية غير القادحة علة هي مجرد تسمية المقابلة، والعبارة ان يقال وجه وجه معلول ووجه غير معلول، او خلاف يضر وخلاف لا يضر. يقول بس سماها علة، نقول له اه، لان الهيكل نفسه هيكل الخلاف موجود، فسماه علة باعتبار وجود الخلاف لا باعتبار انها علة حقيقية. ولذلك كتب المصطلح قالت علة قادحة، فتسمية هذه علة من باب المقابلة. والشيخ عبد اللطيف عايز يقعد بعيد، احنا دايما نتك عليه، كلمة المقابلة دي عند الاصوليين، احنا بنقول لكم من زمان اقروا كتاب اصول، ما حدش مطوعنا، او الراجل هو يتحايل عليكم يمكن هو يقبل كلامه غير نحن. قد يذكر الشيء للمقابلة، او يسمى الشيء بمقابله او بنظيره للمقابلة. ويشبه ان يكون الصواب معناها، كلمة يشبه معناها الراجح، من عبارات الترجيح يشبه، وكلمة هو أشبه والأشبه. يقول لك طب ما يقولش الراجح ليه؟ يا أخي هو عالم ساعة ما كان في زمانه كانت الناس فاهمة، يفضل يعمل حسابك أنت لغاية ما تقوم القيامة. يشبه أن يكون الصواب ما قاله مالك وأبو أويس، وأن الزهري لم يسمعه من قبيصة. دلوقتي خالف الأكثر ولا لا؟ ليه؟ الأحفظي. لكن أصبح معانا مثال أو تنبيه أنه قد يكثر المتابعون كثرة كبيرة ولا يكون الراجح معهم. يقول لك طب كيف يحصل هذا؟ يقول لك ان بعضهم وثق في بعض فوافقهم. ليه؟ لان ما كانش الاصل الشك، احنا دلوقتي حياتنا عايشه كلها الشك. قال لك هو ما كانوش كده، لذلك لما قالوا للراجل انت ازاي بتروي عن صحابي وانت صحابي؟ ما روتش عن النبي على طول ليه؟ قال ما كنا نسمع كل شيء من رسول الله، ولكن كنا نسمع من رسول الله ومن صحابي آخر، وما كان يكذب بعضنا بعضا. يبقى فارق الزمن هو اللي أوجد الشك. يجي دلوقتي يقول لك خلينا نشك في الباقي، يعني انعقدت عقول الناس تشك كيف وقد مشت هذه العقول كلها، تعتبر مجانين وانت حكيم الزمان لوحدك.
فهذه هي الطريقة في التخريج، وإحنا ما علينا في هذا إلا أن نأخذ كل وجه ونبحث عمن خرجه من كتب الحديث بهذا الشكل. الذي لا نجده نقول لم نجده إلا عند الدارقطني. الذي لا نجده نقول لم نجده إلا عند الدارقطني، ونخليه وبعدين نعمل الايه المحاكمة. إذا جاء الركحان على الذي لم نجده إلا عند الدارقطني يبقى نأخذ بترجيح الدارقطني فيه، لأن ليس معنا دليل مقارب. واضح؟ خلينا بقى هم المثالين اللي على علم الشيخ أيمن موجودين، إنما خلينا نخلي الشيخ داود رضي الله عنه وأرضاه، احنا بنترد عليه عشان يتبسط. ان هو يقرا تخريج الزيلعي لما فيه اختلاف، فنجد ان الزيلعي لم يسلك هذا، فالمعارض يقول له يا اخي وانت تطلع احسن من الزيلعي؟ انا لست احسن منه، انما انا اقول ان الطريقه المنظمه في التخريج التي تساعد على معرفه الراجع وتبين ان الاكثريه لا تكون دائما مرجحه وكذا هي هذه الطريقه. فاختيارها ليس لان مقابلها خطا، ولكن لانها سلكت من عالم كبير فاصبحت اصطلاح، وكانت او اثبتت انها توضح الغامض بخلاف هذا الذي موجود في 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 كتب التخريج. هنجيب الصفحة الآن اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، 175 الجزء الأول. 175. أنا أقول لك الحديث عشان تجيبه يا شيخ محمد. لا تطول، وكتبناه ينام وهم دلوقتي تغمنهم، أنا شايف اللي نايمين ممكن يعني شوية كده. حديث خزيمة ابن ثابت في عدم التوقيت في المسح على الخفين، وقول الإمام ابن دقيق العيد وحديث خزيمة فيه ثلاث علل، ويحكي بقى الحكاية من ضمن الثلاثة دي يذكر الخلاف. لما قال ثلاث علل، منها علل ظاهرة بضعف الراوي، ومنها علل بالخلاف على الراوي. فاتفضل يا مولانا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ تقي الدين في الإمام، طبعا الإمام ده كتاب من كتب ابن دقيق العيد اللي هو الرجل اشتغلها ولا أكملهاش، وما لقيناش إلا في ما يسمى بالدشت هنا في مكتبة الأزهر. الدشت ده كان إيه؟ احنا قاعدين اهو في الازهر. كانت زمان الاروقه كل رواء له مكتبه خطيه مش مطبوعه، المكتبه دي موقوفه على اهل الرواق ده، وطبعا الدول العربيه والاسلاميه كانت ممثله في اروقه الازهر، رواق المغاربه، رواق الصعايده، رواق الساده الشوام. خلي بالك لازم الساده الشوام دي موجود لحد الآن، السادة الحنفية كذلك، لأن دول كان مذهب الحاكم فلازم يسمى السادة. أيوة، لأن الدولة العثمانية كانت ترجح المذهب الحنفي لأنه مذهب الدولة كده. وطبعا مش إشكال، يعني صلاح الدين جاب الأربع مذاهب، هم قالوا لا مذهب واحد. لما لقوا ان الناس بتودوا الباقيين فين؟ قال الناس هتغضب عليهم يعني وكده، وهم عايزين يفضلوا كابسين على نفس الناس. ايوه، لان انتوا لو عشتوا في وقت ده كنت هتعرفوا لماذا ضاعت ولماذا احنا دلوقتي يعني بيبقى يعني امرنا بايدنا بناكل في بعض. طب ما انت كنت راضي بالمستعمر على قلبك 140 سنه، لما جاء واحد من بني جلدتك انت تدور على تنخر فيه. الشاهد
فكانوا يقولوا طيب ايه خلوا يعني الحنفي هو قاضي القضاء والشافعي يحكم نيابة عنه مش أصالة، بحيث انه يملك القاضي الحنفي انه ينقض الحكم. ده كلها امور ما تخشوش انتوا فيها ولا ندخل احنا فيها، لكن الشاهد ان الكتب دي بقى وهي مخطوطة اللي بيتابعها مين؟ مش الطلبة، لان الطلبة مشغولين تحت العمود كده، عمال، والعمال الكتب دي عهدتهم وهم ناس يعني هيحرصوا. فكان اذا اخذ واحد الكتاب وفتحه ووقعت ورقة في الارض ممكن بياخدها ما يشيلهاش، هو لما يجي يكنس يلاقي الورقة، فقالوا له بقى لم الورق ده وجمعه كده في سكيب ولا في حاجة، فهو ده الدشت ان ورقة من كتاب كده. لما لقوا كتاب من دقيق العيد ده بقى لما جم عملوا دار الكتب المصرية ما كانش لها مخطوطات لغاية سنة 52، اللي مولود منكم بعد كده يحمد ربنا كانش فيه دار كتب فيها مخطوطات، كانت المخطوطات في ايدين الناس وفي ورثة الناس وكلام طويل، يعني عايز له ليلة وانتوا كلكم ايه خاشعين. فمن الدشت ده رجعوا جابوا ناس تفرزوا، فطلعوا الحتتين دول، واللي كتبوا عن ابن دقيق العيد قالوا ان الكتاب ده أعدمه بعض الحسدة له، لأنه كتب فيه من الاجتهادات ما لم يكتبه معاصر له. تقولوا مشايخه يعملوا كده؟ آه ويعملوا كده. فواحد يقول اللهم ليه أنت بتعيب علينا ليه؟ يا أخي أنت اقتدي في الخير، ما جيش تقتدي إلا في الشر. فتجد نقول عن الإمام ده زي كده عند الزيلعي نفس الدشت ده طلع مجلدين مفيش غيره، نقول زي دي تلاقيها مش موجوده اللي عنده، وابن الملقن شويه والتاني شويه، اللي لحق ان قبل الدشت جاب، اللي بعد الدشت كل سنه وانت طيب. قال وحديث خزيمه فيه ثلاث علل، الاولى الاختلاف في اسناده وله ثلاث مخارج. هذا الخلاف في اسناده وله ثلاث مخارج، لكن هل يخرجهم زي ما بنعمل كده؟ قال لا، هو يقول يكتب لانه كان فاهم. طب خلي لي دول كلهم ائمه وانا نفسي ما ينفعش مؤذن واحنا نكتب لك كده في مقام التعليم، ما ينفعش الكلام ده. روايه ابراهيم النخعي وروايه ابراهيم التيمي وروايه الشيمي. ثم في بعضها لا نعرف بقى ابراهيم التيمي ده فوق ولا تحت ولا هو المدار ولا كده ما عرفش، لكن هو كان فاهم هو بيكتب، فيعوز واحد على مستواه، فاحنا نخرج للأئمة ولا للي هم أقل شوية قبل ما يوصلوا للإمامة يكون ربنا سهل. ثم في بعضها ذكر الزيادة، أعني لو استزدناه لزادنا، فاختلف عليه في المتن زيادة ونقصة، فأصبح ده نوع من الخلاف في الزيادة. وبعضها ليست فيه. آه. فأما رواية النخعي فإنها عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة، وليس فيها ذكر الزيادة. ولسه ما نسبش الكتب عشان أنا أروح، هو بيقول كده. ولم أقف على اختلاف في هذه الرواية، أعني رواية النخعي. أما يقول لم أقف خلاص أنت مالكش عنده حاجة. لم يدعي الرجل الإحاطة. أعني رواية النخعي، ولها طرق أشهرها عن حماد عنه، ولها أيضا عن حماد طرق ورواه شعبة عن الحكم وحماد عن إبراهيم، إلا أنها عللت بأن إبراهيم لم يسمعه من أبي عبد الله الجدلي، فذكر البيهقي عن أبي عيسى الترمذي أنه قال سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فقال لا يصح عندي حديث خزيمة ابن ثابت في المسح، لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة. فأصبح كل الخلاف كما ترون ذكره الإمام ابن دقيق العيد على غير الترتيب الذي نحن فيه، وبالتالي لا تملك أنت من خلال كلامه
أن تعرف أين الراجح من المرجوح، وإنما تنتظر أن يصل هو إلى نتيجة في الآخر ليبين لك، ولا تتضح لك أيضا إلا إن عدت أنت بقى التخريج ده وبوبته هكذا. هنجيب واحدة تانية يا بس عشان ما نطول. يا موجود المثال ده فين؟ في كتاب الطهارة، حديث عدم التوقيت في المسح على الخفين. هنجيب مثال بقى تاني، صفحة 148 و149 يا شيخ محمد اهو بنقولها. اللي هو حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: التراب طهور المسلم ولو إلى 10 حجج ما لم يجد الماء. فطبعا الحديث فيه بقى كلام في اختلاف طرقه، هيمشي لغاية ما يقول ايه، يعني احنا سنقرأ لغاية اما حديث فلان. من اين نبدأ؟ من اول كلامه هو على الحديث، هو هيقول كلام طبعا، لانه هو مش كلامه كله في التخريج، فاللي ما يقولوش في التخريج احنا بنقراه عشان بس تسلسل الفكرة، وعلى انه هو لما اشار الى التخريج او الخلاف لم يقسم التخريج على الطرق كما ترون. فاحنا لا ننكر ان هناك وسيلة اخرى لتخريج الحديث الذي فيه خلاف بغير الطريقة التي سلكناها تبعا للدارقطني. تفضل مولانا. الحديث الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: التراب طهور المسلم ولو إلى 10 حجج ما لم يجد الماء. قلت: روي من حديث أبي ذر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنهما. فحديث أبي ذر رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي، والنسائي من حديث أبي قلابة عن عمرو بن وجدان عن أبي ذر. فأصبح دلوقتي طريقة التخريج إنك أنت بكون بتخرج الحديث من أكثر من مصدر، تجمعهم دول على راوي يكونوا اشتركوا فيه. لماذا؟ قال لأنه لما يجي حكم عند الترمذي تعرف إن الحكم ده يشمل أبو داود ويشمل النسائي، لأنه ما دام الراوي ده هو اللي شكل الحكم والمدار في الطرق عليه، خلاص يبقى حكم الترمذي ينطبق عليهم كلهم باعتبار الراوي ده عنده. لما تكون انت بتخرج على مراعاة طرق الحديث مع الصحابي، لكن لما انت تقول اخرجه فلان وفلان من حديث فلان، ما نعرفش الحكم اللي هو للترمذي يصدق على انهي طريق. لذلك احنا بنقول التخريج الطريق في الطرق اللي ما فيهاش خلاف لإظهار المتابعة، هذه فائدته. فحديث أبي ذر رضي الله عنه رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبي قلابة. من حديث أبي قلابة. إن فتحت الثلاث كتب تلاقي أبو قلابة في سند الثلاثة. يقول لك طب ما قالش مدار ليه؟ قال لا، هو كده الناس فاهمة، كل ما أنا قاله الآن كانت الناس مستوعباه. من حديث أبي قلابة عن عمرو بن وجدان عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. انتهى. وطوله أبو داود. قال الترمذي: خلي بالك يقول العبارات الاصطلاحية اللي احنا بندور عليها، إن هل إحنا نهمل الماء؟ قال لا، نستعمل عبارات اصطلاحية تدل على أن أبو داود روايته مطولة. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية لأبي داود والترمذي. ما دام عرفت أنت بقى أن عمرو بن بجدان عند الثلاثة، يبقى الحكم ده يصدق على الثلاثة.
خلاص. لما نقول لك خرجوا من غير طرق، كأننا احنا بنمسح ذاكرتك اصلا، مش بنفيدك، لا احنا بنعوم بتخريج الحديث بدون مراعاة الطرق، هو مسح للذاكرة او هو دلالة ناقصة. لان اللي بيخرجهم، انت عايز تعلم التخريج تعلم زي دول بس، غير كده انت ما تطلعش. وفي رواية لأبي داود والترمذي طهور المسلم، أخرجه أبو داود والترمذي عن خالد الحذاء عن أبي قلابة، وأخرجه النسائي عن أيوب عن أبي قلابة به بالطريقين، فأصبح مداره وبالطريقين. رواه ابن حبان في صحيحه في النوع 30 من القسم الأول. طبع ابن حبان دلوقتي زي ما هو على طبيعته، اللي عز يراوي يتعلم منه أصبح الكتاب موجود، وأنا راهن اللي يكون أراه الكتاب بقاله 3 سنين. يقول لك ده مش في المقرر، أنا أراه لي. ورواه الحاكم في المستدرك وقال حديث صحيح ولم يخرجاه. إذا لم يجد لعمر راويا، إذ لم يجد لعمر، بيعلل بقى الحكم، لم يجد لعمر راويا، ليعلل الحكم. لذلك الحكم على الحديث اللي مقترن بعلته هو اللي انت تستفيد منه، ولا تلاقيش فيه خلاف كتير للقواعد. لكن الحكم اللي غير معلل تلاقي فيه وفيه لا. انت اما تقرأ فتح الباري عم الشيخ احمد، الشيخ احمد ده زعلان دلوقتي من تأخير الدرس، واحنا والله ما احنا قادرين يا شيخ احمد، وعموما هي هتخلص يعني كل حاجة لها اخر ونرجع للصبح احيانا. الله، قول يا شيخ. إذ لم يجدا لعمر راويا غير أبي قلابة الجرمي. هو بيجاوب، طب ليه البخاري ما أخرجش دوت؟ يعني التماس، لكن لا يلزم أنه هو ده فعلا الذي قصده البخاري. وبالطريقين أيضا رواه الدارقطني في سننه، ورواه أيضا من حديث قتادة عن أبي قلابة، وضعف ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام هذا الحديث. أيوة. فقال وهذا حديث ضعيف بلا شك، إذ لا بد فيه من عمرو بن بجدان. لا بد فيه، لأنه كلمة لا بد فيه يعني مداره هو على ابن بجدان. قلت طب مالش ليه؟ احنا قلت مش هيقول، انت مطالب تقرأ وتستفيد عبارات العلماء وتعرف محاملها، لأن هو مش ده الوحيد اللي يقول كده. وعمرو بن بجدان لا يعرف له حال، ده كلام الراجل، احنا مش بنقول ولا هنخش فيه، لأننا قصدنا دلوقتي التخريج بس. وإنما روى عنه أبو قلابة واختلف عنه، فقال خالد الحذاء عنه عن عمرو بن بجدان، ولم يختلف على خالد في ولم يختلف على خالد في ذلك. وأما أيوب فإنه رواه عن أبي قلابة واختلف عليه، فمنهم من يقول عنه عن أبي قلابة عن رجل من بني قلابة، ومنهم من يقول عن رجل فقط. لما يقول منهم، أنا لا عارف اللي هو قال كده راجح، ولا اللي هو قال تاني مرجوح، ولا الكتب دي الطرق دي مرتبة. لكن لو جبنا الآن أرينا الكلام ده، يبقى فايدة الكتب دي إيه؟ اللي هي مرتبتش، إنها بتديني مادة علمية أنا أخدها وأرتبها على الطريقة دي، أدي الفايدة. لكن أنا أفهمها على الطريقة اللي ذكرت دي ما توصلنيش للنتيجة. ده أنا أرتب المثالين دول إن الطريقة اللي بنقولها دي التخريج بالتقسيم وتوزيع الطرق وكده ليست هي الطريقة الوحيدة، لكنها الطريقة الأوضح والتي اختارها الإمام الدارقطني والتزمها من أول الكتاب لآخره، فدل على أنها طريقة مرنة ليست فيها صعوبات وتحقق النتائج. خلاص كده مولانا، لأن الباقي لو قلناها هيطول الوقت. فآدي ده الطريقة اللي بيتخرج بها كتب التخريج، لا تقسم. احنا بنقسم ليه؟ بناء على صنيع الإمام الدارقطني، وأن هذا الصنيع هو الذي يبين لنا طريقة الراجح من المرجوح، من المتفرد من غيره، وتوضح لنا المدار الذي حصل عليه الخلاف من الحديث.
طبعا يا شيخ محمد وقت ما نقول له طلع الخرج الوجوه دي اللي هو قالها الدار قطني هيقعد لغاية بكر. فاحنا لذلك ذكرنا المثال على أنه طريقة الدار قطني في تخريج الحديث الذي حصل فيه خلاف على الراوي، أن العنصر الأول تحديد المدار فيكون في بداية التخريج، العنصر الثاني إحصاء الطرق الخلاف، أنه رواه الزهري اختلف عنه على وجهين على ثلاثة على أربعة على خمسة على ما تجده، ثم تبدأ تقول تخريج الوجه الأول تخريج الوجه الثاني، وإن وجد لوجه من الوجوه متابع تذكر المتابع بعد الوجه مباشرة قبل أن تنتقل إلى الوجه الذي يليه، كما قرأنا الآن إن هو قال تابع الزهري تابع مالك عن الزهري. فلذلك ما وجد من متابع تذكره مع الوجه، يقول لك طب ما نذكر الاخر، انا اقول العشره دول، نقول له كده تبقى خالفت الاصطلاح، وايضا لا تساعد على اكتشاف الراجح من المرجوح. فضل مولانا اقرا له تسمع لا بعد ما قال دول. ويشبه أن يكون الصواب ما قاله مالك وأبو أويس، وأن الزهري لم يسمعه من قبيصة وإنما أخذه عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عنه. فيبقى إذن الإعلال بسبب انقطاع الإسناد، وأن الذي دلنا على انقطاع الإسناد هو الأحفظ من الذين رووا عن الزهري بعدم التصريح بالواسطة، وأن هذه تكتشف بأن نجمع الطرق بالطريقة التي ذكرنا. واضح كده يا أخوان؟ إذا هو سيدي أهم ما يميز الدار قطن أنه يبدأ بالوجه الأرجح؟ لا يبدأ بالمدار. طيب هو سيدي إذن الزيلعي ألم يبدأ وإن كان بتعبير آخر بالمدار؟ لا قد وقد قد وقد قد يبدأ بالمدار وقد أيضا ابن نعيم في الحلية يفعل كده، يقول هذا حديث اختلف فيه على فلان من عشرة أوجه، فيبقى حدد المدار وبعدين حدد الطرق ثم يذكر الطرق. ولا يلتزم الدار القطني بترتيب الوجوه أن يقدم الأرجح؟ لا يلزم، لا يلزم، لا يلتزم بهذا، إنما يعقب وقد لا يرجح. ليش؟ لا ما فيش إشكال يا أخوان. إحنا الآن الحديثين اللي معانا وعليهم خلاف ومخرجين هم موجودين هم في بناء على كلام الشيخ أيمن على أساس إن إحنا نوصل له بضاعته. هو فيه بقى يعني ملحوظات في التخريج تاني على الجزء الأول ده من نصب الراية اللي هي بتعتبر كما ذكرت لكم قبل ذلك إن كتب التخريج فيها التخريج وفيها التقعيد، لكن لا يتحقق هذا إلا بقراءتها، لأن الألفاظ اللي موجودة في الكتاب صعب استدعائها لأنك لا تعرف اللفظ حتى تستدعيه من الحاسب، الحاسب يطوعك بعد ما انت تلقنه، ان لم تلقنه لا يلقنك، او ان لقنته خطا يلقنك خطا كذلك. ليه؟ لانه زي الببغاء، بس لا تقول له اشتم نفسك يشتم نفسك. فاحنا معانا الان حديثين وعليهم خلاف و يعني متخرجين جاهزين، كل ما في الأمر إن إحنا هنعرض عليكم الطرق وتقسيمها، ثم نتوقف عند مسألة الترجيح لأنها ليست داخلة في التخريج.
فده الحديث الأول هو حديث أنس رضي الله عنه أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي مرة قال 10 سنين وفي مرة قال 9 سنين. فلما جبنا احنا الأحاديث اللي فيها 9 والأحاديث اللي فيها 10 لقينا ان فيه مدار بينها وأنه اختلف على هذا المدار، فجماعة روت 10 والقليل روى 9. فبنبدأ احنا التخريج اهو. الحديث اختلف فيه، هيتعرف دلوقتي يعني المدار اللي هو عليه الطرق، ومن الذي قال عن هذا المدار 10 ومن الذي قال 9. فوجه الأول اهو، ودي تخريجاته هي موجودة، وبعدين الوجه الثاني رواها عن أنس بلفظ 9 سنين. سعيد بن أبي بردة أخرجه مسلم، وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أخرجه كذلك مسلم، ورواية ثالثة بالشك إن هو قال 7 أو 9 سنين. فلما جاب الشك ده أصبح الشك ده وجه ثالث. إياك تقدر تطلع بقى شيخ داود اللي هو الأوجه الثلاثة. لا غشش الشيخ محمد، لا احنا ممكن نكتب بس يطول، فلذلك احنا لما نخرج الآن وهيطلع ده متسجل في الصوت، كل واحد في يعني إذا فرغ من الدرس يسمع التسجيل ويعمل كما هو مقروء، وأيضا يجمع دلوقتي يعني متهيالي إن معظم الموجودين يعني عندهم القدرة دي للتخريج وجمع المصادر. فأولا يبقى تمرين على الطريقة، ثانيا إنه يبقى توفير للوقت حتى لا نطيل عليكم. تفضل يا شيخ محمد تقدر؟ هو نقدر إن شاء الله الدورة بتفرغ كل اللي حضرتك ده بتفرغ الآن. ما احنا عشان كده هنقول الكلام بس مش هنكتب. احنا هنخليه يقرأ وجهين ليه؟ يعني من كل وجه طريق عشان نعرف المدار اللي دار عليه الحديث، وأيضا عشان نكتشف إنه من قواعد الترجيح عند العلماء هو أن يخرج الوجه أحد المشترطين للصحة، ولا سيما الإمام البخاري ومسلم. ما هو الشيخ محمد اقترح، بس احنا دلوقتي اهو بنبكي على ميت. فلو تسمع يا شيخ محمد اقرا بقى كده الاسناد اللي هو في الصحيح. حديث انس رضي الله عنه في مدة، هو كل الحديث عن انس وبيتكلم عن مدة خدمته للرسول صلى الله عليه وسلم. فالرواة على المدار اختلف، واحد قال 10 وهو المشهور والصحيح، واحد قال 9 جزما، واحد قال شك بين 7 وبين غيرها. حديث أنس رضي الله عنه في مدة خدمته للرسول صلى الله عليه وسلم وقد اختلف، روى الحديث عن أنس وعن بعض الرواة. الملك هو كده من الأول، بس هو تلاقي خاشع، ممكن يكون خاشع، احنا نعتبرك خاشع. يلا تفضل. فأما اللفظ الأول اللي هو أي خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فرواه جماعة عن أنس بلفظ، رواه إيه؟ عن أنس، فيبقى المدار مين؟ الصحابي. احنا متعودين ان المدار يبقى راوي. قال لا، ضيف بقى المعلومات فضيلتك اللي هو جنابك انه قد يكون المدار على الصحابي.
ما الذي جعلنا نجعل المدار هو الصحابي؟ لأننا لم نجد مدارا في من دونه. لذلك انت عشان تحدد المدار بتعوز انك تجمع المادة الاول من المصادر سندا ومتنا، وبعدين تجيب اللي هو بيلون ده وتقرأ. لقيت مفيش مدار في الاسانيد، يبقى هو المدار على مين؟ على الصحابي، وهو اخر الاسناد. فأخرجه البخاري. فيبقى أول من يبتدي بقى في التخريج نقول الحديث اختلف فيه على أنس. تفضل مولانا. أخرجه البخاري في صحيحه. حكاية رواه جماعة عن أنس هي دي نتيجة لأن احنا جمعنا الطرق. قبل الجمع الطرق ما تعرفش. فأخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب حديث 60-38 قال حدثنا موسى بن إسماعيل سمع سلام بن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا أنس رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. فدوات اللي روى 10 هو ثابت عن أنس. فضل. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل 23. لما تكون عايز تثبت المدار بقى ما تشيلش حاجة من الإسناد، تمشي زي ما هو موجود، لأن لو حصل فيه أي اختلاف في الأثناء هيدخل في وجه آخر، وهذا الذي يجعلنا نقول إن تخريج الطرق أو حكاية رجال الإسناد وعدمهم لا يحذف واحد إلا إذا كنا لن نحتاجه، والأصل أنك تسوق، ثم عندما تنهي الراجح والمرجوح تستطيع أن تتصرف فيما تريد أن تحذفه، وفي كل الحالات لابد أن تدل القارئ على ما حذفت. فإذا قلت من طريق عرفنا أنك حذفت، إذا قلت عن فلان عرفنا أنك لم تحذف شيئا. إذا لقيت إن عن وما ينفعش اللي بعدها يكون شيخ، تبقى هو اللي بيخرج ده أو الكتاب اللي انت قريته ممن يتوسع فلا يفرق بين عن ومن طريق. انت ما تغلطوش، لكن اعرف انه بيعمل كده. وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الفضائل حديث 23-09 قال حدثنا معلش يا اخوان، دي من اوهام الثقات. 2309 ما هو مش هتصحوا الا بكده. قال حدثنا سعيد بن منصور وابو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني به مع زيادة في آخره. أيوة، فأصبح ثابت هو موجود زي ما. وأخرجه الترمذي في جامعه كتاب البر والصلة حديث 2015 قال حدثنا قتيبة قال حدثنا معاوية بن قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت به وقال احنا قلنا به ليه؟ صحيح. لأن معنى كده أن بدل ما نقول فلان عن ثابت عن أنس ننبه القارئ أن الطريق ده زي اللي فات، توفيرا على القارئ من الكتابة، وأيضا تطبيقا لاصطلاح ما يفعله العلماء. بس ما تقولش عنه به، قل به بس، ما تقولش عنه ليه؟ لأن احنا أصلا ما حطناش فوق مدار عشان نرجع له، احنا قلنا أنس خلاص. وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب النكاح حديث 5166 قال تلاحظ ان احنا بنقدم البخاري مرة ونأخر البخاري مرة، بقول لك ليه ما تحطهم مع بعض؟ بيقول احنا اتفقنا قبل كده ان احنا نرتب حسب المتابعة، ولذلك بنظهر الطرق. قال حدثنا يحيى بن بكير حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا يا دوب إن دلوقتي جاء واحد غير عنه الحديث مطولا فيه فخدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين مع زيادة في آخره. ليه احنا؟ لأن احنا مش عايزين، احنا بنخرج هذا اللفظ، فالذي لا تريده
نبه عليه على أنه زيادة، وحدد موضع الزيادة في أوله في آخره في أثنائه، وما تكتب أثنائه وحط الهمزة على نبرة، لأن كتير بيحطوها على السطر عشان الإملة مش داخلة في الحديث. وأخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الإحسان الجزء 11 حديث 5145 قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب به في أثناء الحديث، فأصبح ابن شهاب بلفظ فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة. وأخرجه ابن حبان أيضا كما في الإحسان الجزء 16 حديث رقم 7179 أخبرنا أبو يعلى من كتابه حدثنا أبو من كتابه دي دلوقتي احنا بندرس لغيركم حكاية كتابة السنة، فيقولوا ايه اللي دلنا على ان ده بينقل من كتاب؟ ليه؟ لان اللي قاعد انت بتسمعه لاول مرة ما قراش هو كتب عشان يأتي اليك مستعد انك تاخد المعلومة اللي عنده وتنميها، فتبتدي معاه من الصفر. امرك الى الله، هتعمل ايه؟ فحكاية انه من كتاب وان نثبت ان السنة كتبت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكثير منها الاسانيد ده، انه يقول لك هل بالك ده من كتابه؟ ابو هريره يقول انا ما كنتش اكتب خالص. يقوم نجيب واحد يروي عنه همام بن منبه يقول لك فيما كتبته الصحيفه صحيفه همام، فاصبح ابو هريره ما كتبش لكن همام كتب عنه وكتب عنه بفظاعه وهكذا. فالكتابة الحديثية التي في عصر الرسول وصحابته تكتشف من أثناء الأسانيد ومن تراجم الرواة، وده اللي خلى كتير يهاجم ويقول لك إذا القرن الرابع. ليه؟ لأنه ما قراش، لكن بقى مفكر خلاص، هتعمل له إيه؟ وإحنا نفسنا في ضعيفنا أهي. أخرجه أبو يعلى في من كتابه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن عزرة بن ثابت. وممكن بقى اللي يقول فيه أبو يعلى من كتابه ده ما تلاقيش في كتبه اللي في إيدينا، بس الراجل تلميذه يحلف لك ميت يمين إن كان من كتاب أبو يعلى، ويبقى اللي كتبه كتبه نوعين، إما كتابة مفرقة وإما كتابة مؤلفة بعضها عن بعض. حتى علي الدارقطني ده كان مفرق، الغيش البرقاني تعب الراجل ولمه قال لك كاد يتلف. عن عزة بن ثابت عن ثمامة عن أنس قال هذه ده ثالث واحدة، فأصبح حكاية رواه جماعة عن أنس ماشي حالها. نعم ثابت بن شهاب وثمامة. أيوة نعم. وأخرجه الترمذي في جامعه أبواب المناقب حديث 3833 قال حدثنا محمد بن غيلان محمود بن غيلان برضو الشيخ محمد، يمكن الكتابة مش مزبوطة ولا كده، يعني التمسوا له العذر من مرة إلى 70. قال حدثنا أبو داود عن أبي خلدة قال قلت لأبي العالية سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم قال خدمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي هذا حديث غريب. غريب التاريخ ده، والغرابة لا تنافي الصحة. يقول لك ده وما قالوا إياكم وغرائب العلم ليه؟ كل ما تيجي تكلم يقول إياكم وغرائب العلم. قال أنت بس اقرأ السطر اللي بعد كده في الخطيب البغدادي يقول هذا ليس على كل الغرائب، وإنما المقصود الغرائب التي فيها رواه والضعين، أما الغرائب التي رواتها مقبولين فيجب كتابتها. فكل اللي ينبهك من الغرائب ما يكمل لكش السطر، وانت الحاسوب ما ادتلوش ما يجيب لكش. فميت واحد ما يكتب يقول إن الرسول النهي عن كتابة الغرائب ويجي دائر. طب يا عم كمل، يقول لا طب ما بقاش أنا أثبت كده، والمخاطب ما عندوش الراجل. ثانيا
اللفظ بتسع سنين وقد رواه عن أنس جماعة منهم في الصحيح. هيطلع بقى جماعة ونرجح بيناتهم بالأوسق وبالتصحيح وكده. سعيد بن فده موضوع تاني، لكن يهمنا ان التخريج ما دام قال تسعة ما تحطوش في تخريج عشرة، لانه ما يظهرش للقارئ. اخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الفضائل حديث 2309 قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا حدثنا سعيد وهو ابن ابي برده الاشعري رضي الله عنه عن انس قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين. الحديث فيبقى الراوي عن انس هنا بلفظ تسعة غير دكا. يقول لك طب وفي مسلم ليه؟ قول اختشي بقى ان مسلم عايز ان هو قد يخرج الحديث المعلول لينبه على علته. فواحد يجي ماسك ده ويقول لك تعالوا شوفوا صحيح مسلم اللي بيقولوا عليه ده كذا كذا. يا عم الامام مسلم عمل كده، وانت عشان تنقده ولا تفهمه هات له عقل مكتسب، ما تجيبلوش عقل يعرف في الاكل والشرب. احنا ما بنقولش ان الناس مش عقلاء، لا هم عقلاء، لكن العقل المكتسب من الخبره بالموضوع هو الذي يحتكم اليه. اما عقل واحد يطبخ طباخ ماهر وتقول له اقرا مسلم وجيبه، طبيعي انه ما عندوش عقل بيه. يقول لك ايه العقل؟ ايوه بس هاتوا لنا ماهيه العقل، احنا نحب اي جزء في جسمكم بس قولوا لنا انهي عقل. ان جبنا عقل الطباق وقلنا له اقرا مسلم وطلعه فطبيعي انه ما، لكن نقول له اعمل زلابيه. واخرجه مسلم ايضا في كتاب الفضائل حديث 2309 قال حدثنا ابو معن الرقاشي زيد بن يزيد قال اخبرنا عمرو بن يونس حدثنا عكرمه وهو ابن عمار قال قال اسحاق قال انس به. وفي اثناء الحديث بلفظ والله لقد، خلي بالك اما قال انس دي احتمال بقى ان كان فيها انقطاع ان كان فيها كده، ويبقى مسلم اخرج روايه ثانيه صححها لغيره مش لذاته. إن كان حطها كده يبقى هو صحح العشرة اللي فوق اللي خرجناهم قبل كده، وقال أنا ذكرت رواية تسعة عشان خاطر ما تقولوش إنها غابت عني، بس لعلمكم أنا مش هعمل كده في كل الكتاب، أنا هعمل في مواضع وأسيب الباقي يقاس عليها. وإسحاق الفائت في حديث مسلم هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ورواه عن أنس أيضا في غير الصحاح. هذا عشان يساعدك على أنك تعرف حاله. ورواه عن أنس أيضا في غير الصحاح حميد الطويل وسالم بن أبي الجعد. ثالثا وقد روى، طبعا ليه احنا ما قلناش كده؟ لأن لو قلنا التخريج هيطول، لكن أنت لو بتعمله في شغل تحطه عشان يبقى أكملت البحث، لا يستدرك عليك بأن أنت لقيت حميد ولا أنا عارف حميد وأنا كده بس يعني اختصارا. وقد روى بالشك بين سبع وتسع. هذا ده وجه تاني. أخرجه أبو داود في السنن. الوجه الأول بلفظ، طبعا احنا كده بقى نخش الكلام حضرتك في دراسة الإسناد. لا قول لنا بس سند أبو داود، ما كانش موجود هنا أنت هاته من المحروس ده. مش موجود رقم الحديث؟ بين سبع وتسع. أيوة. اللي هو من الحديث برضه هو إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. أيوة. قال حدثنا هو سنن أبي داود. كتاب الأدب حديث 4773. 4773. حدثنا مخلد بن خالد. حدثنا عمر بن يونس. حدثنا عكرمة يعني ابن عمار. قال حدثني إسحاق يعني ابن عبد الله ابن أبي طلحة قال قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، إلى أن قال قال أنس والله لقد خدمته سبع سنين أو تسع سنين
ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء تركتها فعلت كذا وكذا. فيبقى اللي روى عن أنس هو اللي فيه الكلام وهو اللي عمل حكاية الشك بين دول ودول. بهذا التقسيم نستطيع أن نعرف أن متن الحديث فيه اختلاف، وأن الذي روى الثابت أو الصحيح هو العشر، وأن رواية التسع بدون شك، أو الشك بين سبع وكام؟ سبع وتسع. بين سبع وتسع ليست راجحة. ماشي كده؟ في معانا مثال تاني تفصيلي برضو على الوصل والإرسال، فإن كان الطريقة وضحت خلينا نقول بقية الأشياء اللي هي تستفاد في قواعد التخريج من خلال كتب التخريج، وانتم أصحاب المصلحة. يا شيخ أيمن بنصور يا أستاذ المثال الثاني وننزله على الصفحة بتاعت الجامعة. خلاص ما فيش مشاكل، عايزين نحن نقوله أهو. لا خلاص يا أستاذ نصور المثال الثاني وناخد الفوائد. خلاص الفوائد دي أنا جمعتها بس من جزء واحد، من جزء واحد من نصب الراية. ليه؟ لأن لو الأربع أجزاء يبقى هنعوز مثلا دورة تانية، فاحنا قلنا جزء اهو وانت تقيس عليه بقى، ربنا يكرمك ويشرح صدرك انك تقراه، وزي ما احنا عملنا كده انت تعمل، فتطلع بكمية من اصطلاحات التخريج والتقعيد لدرجة ان هو في موضع يقول يجب، يعني ان ما عملتش كده تبقى خطأ، وبالتالي تعرف ان التخريج ليس مجرد جمع روايات ورصها، وانما هو رصها بطريقة اصطلاحية تحقق المقصود من تخريج الحديث، والمقصود يختلف من حديث الى اخر. قد يكون المقصود إثبات الحديث بلفظ معين يرتبط به الحكم، وقد يكون الحديث مقصود بطريق معين يتعلق به الدرجة، وقد يكون مجموع الأمرين، فحسب الغرض يتحقق المصطلح اللي انت تبقى مطالب به. اللي احنا هنتناولهم أول شيء إن من قواعد أو مصطلحات التخريج أن الحديث إذا كان مرويا عن عدد من الصحابة أن تذكر هؤلاء الصحابة إجمالا، فيكون طريق إجمال تخريج إجمالي، بحيث تقول مثلا إن الحديث روي عن فلان وفلان وفلان من الصحابة، خلاص ده إجماله، ثم تبدأ كل صحابي وتخرج الحديث من طريقه حتى تنهي الإجمال الذي أجملته. المثال ده موجود عند الشيخ الزيلعي في الجزء الأول 221. أما نطلع الصفحة يعني يبان المطلوب 221. أهو هو أول حديث روي في حديث إمامة جبريل عليه السلام أنه أما رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول حين طلع الفجر، وفي اليوم الثاني حين أسفر جدا وكادت الشمس أن تطلع، ثم قال في آخر الحديث ما بين هذين وقت لك ولأمتك. أدي ده الأول إيه الحديث المطلوب تخريجه. واسمحونا قبل ما نقول الأمثلة دي إنه الحديث المطلوب تخريجه له صور معينة، قد يكون متن غير مرتبط بصحابي كما في هذا الحديث، فيكون على المخرج أن يبحث
الذين رووا هذا المتن من الصحابة وأسانيدهم. ثم يأتي الترتيب بعد ذلك باصطلاحات ستأتي بعد ذلك. هل بعد مجمعهم أبدأ بالأصح؟ هل أبدأ بالأشهر؟ هل أقدم الستة؟ هل أؤخر الستة؟ هل كذا؟ كل هذه اصطلاحات تفصيلية بعد مرحلة التخريج الإجمالي. إن كان الحديث معنا يقول لك كما في حديث عائشة في الركعتين، لا قال مت معين ولا قال رواية، عليك انت بقى انك تبحث في روايات عائشة انه ايه الركعتين اللي هما مش فرض، لانك لو جبت لها ركعتين فرض يبقى مش هو المطلوب. ولذلك يتعقب المخرجون لكتب الفقه بعضهم على بعض من هذه الناحية. فهنا الشيخ ابن الشيخ الزالي رحمة الله عليه يقول قلت حديث إمامة جبريل رواه، خلاص يا محمد ماشي ما قلتش حاجة. قال الإمام الزالي رحمه الله حديث إمامة جبريل رواه جماعة من الصحابة. حديث إمامة جبريل اسمه بقى لقب الحديث لأنه ما قالش تفصيل، وصاحب تحفة الأشراف يستعمل كده يقول لك حديث إمامة جبريل. ليه؟ انك انت تبقى عارف. انت مش عارف إمامة جبريل يبقى كانت الجملة دي ما تناسبكش، فتتعلم وتفضل، فتجد من احسن من يذكر ألقاب للأحاديث كثيرا الشيخ المزي في التحفة، يدي للحديث لقب ولا يسوق لأنه بيكتب أطراف هو، فيحفظك ألقاب للأحاديث ليست هي الألفاظ الموجودة في طرقه، زي حكاية حديث عائشة في الركعتين دي. بعد ما تجيب انت هذا المعنى موجود تقول حديث عائشة في الركعتين هو كذا، ثم تبدي تشوف من الذي خرجه، ثم ترتب المخارج بالطريقة التي ذكرناها. فالأول انك انت تحول الحديث اللي ملوش اسناد الى حديث مسند، ثم بعدين ترتب المخارج. تفضل يا شيخ. حديث امامة جبريل رواه جماعة من الصحابة منهم يعني ما استوعبوش. ليه؟ قال لان مش المطلوب الاستيعاب، التخريج نفهم منه اصطلاحه انه ليس مقصودا منه الاستيعاب دائما، كان مقصود التواتر ان كان مقصود الصحة نخرج لغاية ما نحقق الصحة، ان كان مقصود الشهرة نخرج لغاية ما نحقق الشهرة. فالتخريج عبارة عن مستودع او صيدلية تأخذ منها ما يشفيك فقط. الان اصبحت بعض الاحاديث بتطلع في 50 كتاب بزر واحد، فلذلك تذكر ما تدعو إليه الحاجة ويبقى لك منهج في الأول، يقول والله أنا هعمل كذا 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 كذا، خلاص. كما في نفس كتاب التخريج بيعملوا في الأول طريقة أو يعبر زي ده، قال أنا عارف أنه جماعة بس أنا مش هستوعبهم. طب ليه ما استوعبتهمش؟ قال لأن ما ذكرته يحقق الغرض، أنا بذكر الأحاديث هنا للاستدلال، فما دام وصل ما معي إلى الصحة والشهرة خلاص. تفضل. منهم ابن عباس وجابر بن عبد الله وابن مسعود وأبي هريرة وعمرو بن حزم. هي بقى دلوقتي ابن أبي مسعود. ابن أبي؟ أنا كاتب قصادها في النسخة دي ابن أبي مسعود. طبعا لما مشينا بقى في التخريج اهو في صفحة 223، واما حديث ابي مسعود فرواه اسحاق. ابي مسعود ابي مسعود الانصاري
أيوة. قال جاء جبريل. فهو لو قلنا ابن مسعود يبقى عبد الله. طبعا هي كتاب دوت سبحان الله ناس كتيرة لحد دلوقتي كله يصور ويصور بمجهود التخريج اللي كان موجود ساعة ما الناس دول طبعوا الكتاب وطبعوه الأحناف الهنود وأتوا هنا إلى مصر عشان يصوروه، وإحنا كأحناف مصريين ما عملناش. تفضل. ما كان ساعتها يعني مدرسة الحديث بعد أن ضعفت في مصر انتقلت إلى الهند بعد 911 السيوطي مع عمل كنز العمال، انتقلت إلى الهند فتبنوا هم كتب، فضلوا شغالين لما أحمد شاكر طلع رجع التاني قبل أحمد شاكر ومحاولات فردية. لما جاء الشيخ أحمد شاكر ويقول غماريين هم اللي أحيوا بقى في مصر وأصبح واحد لثلاثة، لأن الغماريين أصلا طلبة علم جاءوا الأزهر. فتخيل أنت بقى لما دولة كاملة ما يطلعش فيها أحمد شاكر اثنين، يبقى كانت العناية بالحديث تساوي إيه؟ وكلنا فاتحين عينينا يعني احنا ما كناش ميتين، لكن نسبة التعليم كان ساعتها صفر. محافظة زي الفيوم لم يكن يوجد فيها من أولها لآخرها معهد أزهري واحد، وكانت الناس ساكتة ما تعملش مظاهرة ولا، لأن ما فيش أصلا، أنت أصلا ما أنتش. وأبي مسعود وأبي هريرة وعمرو بن حزم وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وابن عمر رضي الله عنهم. خلاص فهذا تخريج إجمالي. ويبدأ بقى إيه؟ أما حديث ابن عباس اللي هو بدأ به في الذكر يبدأ به في التخريج. يقول لك يعني حرام لما نقول الأخراج، لا مش حرام، لكن النظام ربنا شرعه، حتى الوضوء وما لكش إنك أنت تتوضى، بالعكس كله يبدأ عن لماذا لا نخالف، ما لا نستعمل عقلنا في إيه؟ يا عم عقلك على عينينا وراسنا، بس استعمله في اللي هو اتخلق له مش للفوضى. يقول لك لا ده إرهاب. ها؟ يعني الفوضى هي اللي أنا. أما حديث ابن عباس فأخرجه أبو داود والترمذي عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش. شو بيجمع إزاي؟ لما هو قرا الأسانيد وليه إن الاثنين اشتركوا في طريق جاب الطريق. عن حكيم بن عباد بن حنيف أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح من ضمن التخريج التفصيلي أنك تسوق المتن والسند كاملين من المصدر الذي بدأت به. طبعا مش عليك ده أنت يا شيخ خيرات، لا أنت راجل فقيه وإحنا بنداديك بس تمشي. احنا بنقول اخواننا بتوع الحديث دول اللي هم يعني واخدين على الغلب شوي، لانه كده هيسيب لك البلد ويمشي. عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امني جبريل عند البيت مرتين. وقد يكون الحديث بسنده ومتنه اللي في الزيلعي مصدره مفقود. يا ما تعبنا مع سنيد الحاكم قبل ما يتحقق وما كناش بنصحح الاسناد الا من كتب التخريج دي. ليه؟ لان الكتاب كان مع الزيلعي، احنا لما طلعنا ما كانش في ايدنا حاجه خالص، حتى الزيلعي ده ما كانش، وكنا بناخد شهادات والناس بتسقف لنا برضه وكل حاجه، لانه كان حذف الاسناد خدمه حديثيه. الشيخ البنا رحمه الله عليه لما عمل فتح الرباني خادم الناس بأنه شال أسانيد أحمد كله، قال لك كفاية الصحابة وموجود عمله لحد دلوقتي، حدش قال له لا أنت فين الأسانيد ولا، وكان عامل علم. أمني جبريل عند البيت مرتين الحديث. قال الترمذي حديث حسن صحيح ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك. يقول لك الله تعالى مالي انت بدأت بالترمذي ليه؟
مدام هو في الحاكم. قال لك هنا الشيخ الزيلعي ما يسلكش الطريقة دي دائما. تقول على ما انت موجع دماغنا وتقول كده. قال هو يجي بره تانية ويرجعك لكده. فانت ما تقدرش تاخد القاعدة من موضع واحد. ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه انتهى. وعبد الرحمن بن الحارث تكلم فيه أحمد. هذا كلام بقى على الإسناد ما يخشش في التخريج. خلاص الآن الكلام على الإسناد مبحث آخر. إن كان في أحكام في المصدر اللي نقلت منه قولها. ولذلك نقلنا كلام الترمذي. وهو الترمذي سواء يتكلم عن الراوي برضه. ممكن. لكن ما زدش عن كده بقى. لأنه هتخلط تدرس الإسناد على التخريج. فيبقى كشري. وأما حديث جابر فرواه الترمذي. الشيخ محمد لأنه هو كشري مش طعام قومه فبيضحك علينا. فرواه الترمذي والنسائي واللفظ له من طريق. خلي بالك واللفظ له. يعني أنه من مطالب التخريج أنه كان اللفظ اللي بتخرجه عند المصدر تنبه. إذا تعددت الألفاظ والمعنى متفق تقول اللفظ لفلان. فده من ضمن إيه؟ مصطلحات التخريج. لأن قد يكون اللفظ ده سنن سعيد بن منصور إحنا ما عندناش منها إلا حتت من آخرها. عندناش منها لا الطهارة ولا الصوم ولا الصلاة ولا الزكاة ولا كده. فهو هنا يجيب منها لأن كانت موجودة في مصر ساعة ما كان الزيلعي ده موجود. راحت فين؟ فرواه الترمذي والنسائي واللفظ له من طريق ابن المبارك عن حسين بن علي. لما يقول من طريق ابن المبارك يبقى حذف ذكر السند ولا حذف حتة؟ حذف حتة. فإن كنت أنت عايز أولها روح بقى المصدر وهات رواه فلان عن. فيبقى هو هنا استعمل كلمة من طريق بمعنى حذف. مرة تانية هو نفسه عشان اضطريت أراه غصب مش إن أنا كده يستعمل عن مطرح من طريق فلا يلتزم. فإذا خالف فيبقى الأصل هو ما جرى على الاصطلاح. من طريق ابن المبارك عن حسين بن علي بن الحسين حدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله قال جاء جبرائيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس. طب لحظة بقى عشان احنا مش قدرش نعمل كل الأمثلة. هنقول بقى بعد كده بعد ما قال وأما حديث جابر وخرجه بنفس الطريق. ثم بعد ذلك قال وأما حديث أبو مسعود وأما حديث فلان لغاية ما خلص اللي هو ذكرهم دول. فأصبح فهمنا من كده أنك أنت تذكر الإجمالي ثم تذكر التفصيلي بالترتيب الذي سقته أولا. ماشي؟ نفس الشيء عشان نعرف أنه يعني تكرر عليه. هات صفحة يا شيخ محمد صفحة 252. مش هنقول منها حاجة خالص إلا أننا نذكر أن الصفحة دي عمل فيها هو الشغلانة دي عشان الأمثلة ما تاخدش الغسلات الفجر. 252 اللي هو الحديث 19 أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. خرج إجمالي ثم خرج تفصيلي. قال الإمام الزيلعي قلت روي من حديث ابن عباس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث الخدري ومن حديث عمرو بن عبس حديث ابن عباس رواه. خلاص بقى خلص. أيضا 173 200 ولا 100 بس أنا بقلب هو عشان إيه نبكي على ميت.
حديث 173 منها حديث مالك، الحديث يعلى بن مرة الثقفي، ده من أحاديث المسح على الخفين، منها أي من الأحاديث المسح على الخفين حديث يعلى بن مرة الثقفي رواه الطبراني في معجمه، ثم بعد ذلك ذكر الذين رووا هذا الحديث وذكر التعدد الذي عنده. لا خلاص، فيه عند الشيخ الزيلعي قاعدة أخرى، وهي أنه إذا كان يخرج الحديث وتعددت مخارجه أنه يقدم الأقوى ثم الأدنى، لأن المقصود الإيه؟ الاحتجاج. ده الإجمالي ثم التفصيل. القاعدة الثانية تقديم الأقوى ثم الأدنى منه، في صفحة إيه؟ 27، اللي هو إيه؟ حديث تخليل الأصابع. فقبل ما يقول قال كده أمثلها حديث لقيط بن صبرة، ثم بعد كده قال حديث آخر، ثم قال حديث آخر، فذكر ثلاثة أحاديث في التخليل، فبدأ بإيه؟ بالأقوى، وعبر بكلمة أمثلها. فأربعة وخمسين نفس الشيء، فأربعة وخمسين نفس الشيء. أحاديث مس الفرج وللخصوم القائلين بالنقد أحاديث أمثلها حديث بصرة، ثم ذكر بعدي. طيب تاني تقديم بقى الأصح فالأصح 162، باب المسح على الخفين. باب المسح، الأخبار مستفيضة فيه. قول تفضل. قال الإمام الزيلعي رحمه الله، هيفضل لغاية ما يقول، أنا هبدأ بالأصح فالأصح. قال باب المسح على الخفين، قوله المسح على الخفين جائز بالسنة والأخبار مستفيضة. قلت قال أبو عمر بن عبد البر في كتاب الاستذكار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو 40 من الصحابة. وفي الإمام قال ابن وهو هنا ذكر 40، خلي بالك يعني قال 40 وجاب 40، ما خنصرش منهم حاجة. وفي الإمام قال ابن المنذر روينا عن الحسن أنه قال حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين. وأنا أذكر من هذه الأحاديث ما تيسر لي وجوده مستعينا بالله، وأبدأ بالأصح فالأصح فأقول. بس هذه دفع أصبح أنت لما تكسر المخارج وعايز التوسع فتبدأ بالأصح فالأصح، وهو عمل كده. فاضل بقى الأشهر، الإيه؟ الأشهر، الأشهر صفحة 175. هو حديث خزيمة، الأحاديث التوقيت. قال رحمه الله أحاديث عدم التوقيت، حديث خزيمة، صح سيدنا ولا إيه؟ لا ماشي. فهو بيقول ولها طرق أشهرها عن حماد.
يعني معناته ان الحديث له كذا طرق، هو بدأ بالأشهر وفي أشهر في المصادر بس في الأجزاء التانية، وانا حصرهم في ده عشان ننام، واحنا حاجاش تطلع في المنام كده ولا كده. تقديم الكتب الستة على غيرها، ان الحديث اذا كان في الكتب الستة وفي مسانيد تقدم الكتب الستة على غيرها. 219 حديث آخر أخرجه مسلم. أيوة حديث العاشر اللي هو الحديث أخرجه مسلم عن أبي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعض. دي أو القاعدة دي خدناها من إيه؟ إنه هو زي لعله شيخ قبل كده خرج الأحاديث فهو بيتعقبه، ما لقيه خالف الاصطلاح يتعقبه، فهو شوف هيقول بقى إيه. قول يا عم الشيخ محمد. مية 219 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بعظم أو بعض. انتهى. واقتصر شيخنا علاء الدين يبقى بيتعقبه في طريقته في التخريج هيقولها مقلدا لغيره على حديث. معناته ان ايه في ناس برضو عمل ازاي عملته، ويبقى الايه النقد يعني شاملهم، وانت لما تعمل كده تبقى داخل كمان. واقتصى شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره على حديث عزاه الدار قطني عن ابي هريره. عزاه للدار قطني عن ابي هريره. ايوه. قال نهى رسول الله الحديث وهذا قال نهى رسول الله اللي عندي هنا ان يستنجى بعظم او روث. لا عشان يتفهموا يا شيخ محمد. عن ابي هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستنجى بعظم او روث وهذا ذهول فاحش. شفت ماذا ده شيخه يقول لك احنا ان شاء الله هنعمل فيك كده بس توكل انت وتشوف الله يا الله. لا عادي ما فيش اشكال، يعني ايه المساله ماشيه. وهذا مش ذهول بس، لا ذهول فاحش، يعني معناته انت لو عملته تبقى كذا كذا. وهذا ذهول فاحش. ليه؟ ايه الفحش جا منين؟ فانه في الكتب السته فالمقلد ذهل والمقلد جهل. المقلد ذهل والمقلد جاهل. فالمقلد ذهل والمقلد جاهل. فشتم الاثنين. ما ينفعش كده. يقول لك ليه ده ما شتمها ايه؟ يا شيخ دي نفسة مصدور، ما جيش تاخد السنة الا من باب الخطأ. فيبقى إذن ما دام في الكتب الستة ما تروحش تخرجوا من الدار قطني. فيبقى اللي في الكتب الستة انت جاوزته إلى غيرها فتبقى خالفت الاصطلاح. إذا خالفت بسيط قال لا ده مخالفة فاحشة. عكسه بقى، عكس هذا. هيجي العكس. هيجي عكسه. انه هيخالف الستة. الله انت لسه قايل هنا. قال لا هنا الستة يعني تحاسب لو تجاوزتهم. لكن في اللي جاي ده يجب انك تخالف الستة. ولذلك احنا بنقول التخريج او الحديث المخرج هو الذي يحدد الطريقة التي تسلك في تخريجه. وليس التخريج في جميع الاحاديث بابة واحدة. كما قلنا في الحديث اللي فيه خلاف تعمل كذا كذلك هذا.
في 214 214 يا عم الشيخ محمد. الحديث السابع قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي بالك واو الشيخ ما شاء الله شيخ الفقهاء يلاقي معنا اللفظ فيه دقة شوي اللي خلاه يتعقب فيه. اللفظ اللي هو مستدلين بقول الأحناف كده انه هو لفظه وليستنجي بلام ايه الأمر فتدي حكم، فانت انخرجت طريقة ما فيهاش لام الأمر انت ما طابقتش المطلوب. الحديث السابع قال النبي صلى الله عليه وسلم وليستنجي بثلاثة أحجار. قلت رواه البيهقي في سننه من حديث القعقاع بن حكيم عن أبي يعني ساب الستة وراه. يا راجل ده احنا لسه شتمينك على الستة. قال لا هنا ما تشتمونيش لأن جد ما يستدعي أني أؤخر الست. عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا لكم مثل مثل ما أنصب أرفع ما يجرش حاجة. لأن هو مثل الولد هو المفروض أن يضبط عربيته، لكن هو اللي ربنا قسمنا فيه هو محمد يعتبر نفسه إمام كمان، يعني مش راجل إمام وكده. إنما أنا لكم مثل الوالد إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فلا يستقبل القبلة. شوف الطريقة التربوية أنك أنت قبل ما تقول للواحد حاجة يعني عرفه وفيقول لك إيه ده السلوك النبوي الأول تعرفوا أن أنا مش بأمرك لأني متسلط عليك ولا لأنك أنت كذا، لا اعتبرنا والدك وأهل يعني الجزيرة قبل ما يقول لك الكلمة يقول لك وأنا أخوك، أو إذا كان كبير يقول وأنا أبوك. واخدها منين دي؟ من السنة طبعا. احنا وصلنا مش كلكم مضيعين السنه، لا يا اخي مش مضيعين، احنا عايزين كلمه معروف قبل ما تؤمر الواحد، مش لازم تقول بالنص. يقول لك لا طب انا لازم عشان خاطر يبقى مخالفين وادخلهم في شريحه ثانيه. انما انا لكم مثل الوالد اذا ذهب احدكم الى الغائط فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها بغائط ولا بول وليستنجي بثلاثة أحجار، ونهى عن الروث والرمة وأن يستنجي الرجل بيمينه انتهى. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده كلهم بلفظ وكان بثلاثة أحجار، فلذلك عزوناه للبيهقي لأنه بلفظ الكتاب. ومعنى الحديث في مسلم. شوف ازاي الترتيب. يبقى إذن أنت بتخرج مش مسألة، لازم تبقى واعي. إحنا عايزين لفظة فيها الأمر، أما تجيب رواية يستنجي من غير اللام يبقى ما طابقتش المطلوب. طب ما لقيناش الأمر إلا بدي، يبقى تقدم البيهقي. فأصبح ترتيب المصادر للحديث المخرج له اصطلاح. ماشي؟ ده طبعا دي هم اللي اتسع له المقام، واللي انا كاتبه هنا على البتاع دي يقعد شهرين ثلاثة يعني، لكن كده كفاية هم دول من جزء واحد بس، ولو انه يعني طال الوقت او كان كده وكنا نجيب الاشياء اللي هي تستنتج من طريقة الزيلعي ومن تعقبه لغيره، لان في تاني مبحث النقد لغيره، ناخده ده يطلع قاعدة وينتقده على أساسها كلها في الجزء ده. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.